بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه الافاضل المتواصلين مع حضراتكم مع تواصل اشواطنا في هذا اليوم ومع هذا السن، سن الثنايا وفئه البكار لاشواطنا المفتوحه، وهذا هو شوطنا الثالث ينطلق ويسير، ونتعرف واياكم على هذه النخبه المشاركه معنا في هذا الشوط وهذه الاسماء البدايه والمقدمه هنا مع الحذره. الحذره من تحتل المركز الاول لهجن الشيحانيه وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقودها في التضمير. نتابع واياكم المركز الثاني من الجانب الأيمن، الدخول من هدارة، تعود ملكية هدارة لهجن الشيحانية وتضمير هدارة مع محمد بن خالد العطية. الدور والنقلة عند المركز الثالث، من غيرت إلى المركز الأول، السيلية تعود ملكيتها لهجن الشيحانية، تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. نتابع المركز الرابع اللي غيرت واحتلت المركز الثالث من الجانب الأيمن، هذه هي صيادة تعود ملكيتها لهجن الشيحانية، تضميرها وقيادتها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتابع وإياكم المركز الرابع، رابعا أو المركز الخامس من غيرت إلى المركز الرابع، هنا الدخول والتسلل مشاهدينا ومتابعينا الكرام على المركز الرابع، الحذرة لهجن الشيحانية تضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الويبي. أما المركز الخامس فوصلت شرف، شرف من تحتل المركز الخامس لهجن الشيحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة والقيادة. يا سلام، الله، هنا القيادة والمقدمة مشاهدينا الكرام مع صيادة، صيادة صيادة تصطاد المقدمة، ونهني هجن الشيحانية على فوز الجازي وتحقيقها بأول المراكز في أول الأشواط، كما نهني مضمرها سلطان الوهيبي، وكذلك أتى رياض وانتزع أول أشواط الثنايا القعدان، ونهني هجن الشيحانية كما نهني مضمر رياض سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يأتي بصيادة في هذا الشوط، في هذا الشوط كذلك يأتي بصيادة، ولكن الدخول، الدخول الملحوظ والملموس من السيلية، السيلية غيرت وانتقلت بدورها في هذه اللحظات إلى المركز الأول مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري وملكيتها لهجن الشيحانية. يا سلام، يا سلام، هذه السيلية وجماهير السيلية يتابعونها ويراقبونها وأيضا ويؤازرونها في هذا الشوط. نتابع صيادة على المركز الثاني، صيادة لهجن الشيحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهنا على المركز الثالث القدوم من الحذرة هنا لهجن الشيحانية، سلطان بن محمد الوهيبي يقودها في التضمير. نتابع وإياكم المركز الرابع، تصل وتتسلل هنا هدارة لهجن الشيحانية بقيادة المشاقب محمد بن خالد العطية. نتابع، نتابع المركز الخامس والقدوم والوصول، القدوم والوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام. خود تعود ملكية خود لهجن الشيحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن دخوله من الجانب الأيمن من تذكار، تذكار لهجن الشيحانية، كذلك القيادة مع سلطان الوهيبي. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة، السيلية جرت الشوط جر يا جماعة. نعود، نعود إلى السيلية وقيادة السيلية في هذا الشوط مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري، ولكن ملكيتها بهذا الشعار المميز المعروف، شعار هجن الشيحانية. يا سلام، 2 كيلومتر على خط النهاية والقيادة مع السيلية، القيادة والمقدمة مع السيلية، السيلية يا سلام تفتتح الكيلوين الأخيرة.
هذه السلية لهجن الشيحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران المري، وهنا على المركز الثاني تصل وتتسلل صيادة. صيادة تريد أن تصطاد المركز الأول وناموس هذا الشوط لهجن الشيحانية مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهنا على المركز الثالث تتقدم هدارة لهجن الشيحانية مع محمد بن خالد العطية. وعلى المركز الرابع الحذرة تصل وتحتل المركز الرابع لهجن الشيحانية وقيادتها مع سلطان الوهيبي. وعلى المركز الخامس وصلت تذكار. تذكار تتسلل وتحتل المركز الخامس. تذكار لهجن الشيحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن نعود وإياكم نعود إلى السيلية. يا سلام السيلية يا سلام السيلية تحتل المركز الأول وتقود هذه الجموع قيادة حكيمة وقيادة مميزة. 1200 متر على خط النهاية والقيادة لازالت مع السيلية. يا سلام صيادة تتحرك على المركز الثاني. السيلية على المركز الأول لهجن الشيحانية بقيادة الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. والكيلو الأخير كيلومتر أخير صيادة تتسلل مشاهدين الكرام. الصيادة يا سلام يا صيادة لهجن الشيحانية بقيادة الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام يا سلام تنحكر المنافسة بين هذين الثنتين يا سلام. الله صيادة تريد أن تصطاد ناموس هذا الشوط كما صادها الوهيبي في الأشواط الماضيين في الشوطين الماضيين. ولكن هنا المحاولة هنا من السيلية. السيلية هنا وبقيادة الذهبي صيادة مع المركز الأول لهجن الشيحانية. يا سلام وهنا السيلية لهجن الشيحانية. ولكن نعود إلى صيادة. اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة وبدون أي تعليمات هذه الثنتين بدون أي أوامر ترقص على أرضية الميدان. الكل يراقب الموقف. ولكن تهانينا من هذا المكان ومن هذا الموقع لهجن الشيحانية. نهني هجن الشيحانية ولكن ما ندري لمن، هل هو مع صيادة أو للسيلية. يا سلام تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الكرام لهجن الشيحانية على فوز صيادة بالمركز الأول والمركز الثاني. وصلت السيلية لهجن الشيحانية المركز الثالث، هدارة لهجن الشيحانية المركز الرابع، دوما لهجن الشيحانية المركز الخامس، تصل خود على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم بعد أن نهني هجن الشيحانية وللمرة الثالثة نهني مضمر الجازي ونهني مضمر رياض ونهني مضمر صيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه صيادة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعد اصطيادها لناموس هذا الشوط واحتلالها للمركز الأول قطعت المسافة في 8 دقائق 3 ثواني 63 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت صيادة وصاحبة أفضل توقيت بدون أي تعليمات للمعلومة. نعم هي من حطمت التوقيت الزمني. نهني هجن الشيحانية كما نهني مضمر صيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت السيلية 8 دقائق 4 ثواني 31 جزءا من الثانية. كذلك السيلية بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر قطعت هذه المسافة بهذا التوقيت المميز. نهني هجن الشيحانية كما نهني مضمر السيلية سالم بن جابر بن فاران المري. المركز الثالث وصلت هدارة قطعت المسافة في 8 دقائق 7 ثواني 35 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على فوز هدارة بالمركز الثالث كما نهني مضمرها.